أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفخه تحصنا برب العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا ذا يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
الخلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون اللهم أبطل كل سحر مأكول اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم أبطل كل سحر مشروب اللهم أبطل سحر التوكال اللهم أبطل كل سحر مطعوم اللهم أبطل كل سحر مأكول في هذا الجسد اللهم أخرج كل سحر مأكول اللهم أبطل كل سحر مأكول اللهم أبطل كل سحر مأكول اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم أبطل سحر اليهود اللهم أبطل سحر الطلاق اللهم أبطل سحر الفرقة والبغض اللهم أبطل سحر الجن العاشق اللهم أخرج الجن العاشق أخرج منها بإذن الله أخرج يا عدو الله طاعة لله وطاعة لرسول الله أخرج من هذا الجسد طاعة لله ولرسوله أخرج أخرج بهذا الجسد وإلا ستحرق بالنار أخرج أو ستحرق بإذن الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب والصافات
الصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه اللهم إنا نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبطل كل سحر وأن تدمر كل سحر في هذه الأجساد اللهم أبطل كل عين أو حسد أو سحر في هذه الأجساد اللهم أبطل العيون وزلزل العيون ودمر العيون وأخرج السحر وزلزل السحر وأبطل السحر اللهم أخرج كل سحر مأكول اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم أبطل كل سحر مدفون في قبر في روضة أو قبر اللهم أبطل كل سحر تحت الأرض دفنه اللهم أبطل كل سحر تحت التراب دفنه اللهم أبطل سحرا تحت التراب دفنه اللهم أخرج السحر يا رب العالمين اللهم أخرج السحر من جسمها اللهم أخرج السحر من جسمها اللهم أبطل السحر يا رب العالمين اللهم أبطل هذا السحر اللهم بطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أخرج من هذا الجسد يا عدو الله، أخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله، أخرج منها بإذن الله أو تحرك بإذن الله، أخرج أخرج يا عدو الله، أخرج أو ستحرق، أخرج أخرج منها بإذن الله، أخرج عدو الله. نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأمرك أن تخرج منها، أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج 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 عدو الله، أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسول الله. إن الله مخرج ما كنتم تكتمون، 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 إن الله مخرج ما كنتم تكتمون. علاش دخلتي فيها؟ أخواتي واضحين وصدقوا، هذا حرام لا يجوز. Allah subhanahu wa ta'ala là, il fait pour dhulm. Allah il n'aime pas les injustes. Il va te punir si tu restes ici. Tu sors. Ukhruj. Tub ila Allah. Repentis-toi à Allah. Qul la ilaha illa Allah wa ukhruj. Dis ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah et sors de son corps. Sinon tu vas brûler. Si tu restes ici, tu brûleras inshallah. Qul ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah wa ukhruj. Ukhruj minha ya adu Allah. أخرج على دخلتي فيها. Pourquoi tu es rentré dans son corps? هذا حرام. Tu l'aimes. Tu es amoureux. لماذا دخلت فيها؟ لا يجوز. حرام. تكلم. خايف. Tu as peur de parler. أخرج. أخرج عدو الله. أخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج من هذا الجسد يا عدو الله أو ستحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقال اخرج منها مذءوما مدحورا. فقال اخرج منها مذءوما مدحورا. إن الله مخرج ما كنتم تكتمون. بالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرج منها بإذن الله. أوش دخلت؟ لماذا دخلت في جسمها؟ Pourquoi tu rentres dans son corps? هذا حرام. Tu sais que c'est حرام. Tu sais que c'est injuste de rentrer dans les corps des humains. Tu sais que c'est haram de vivre avec un humain. C'est haram. C'est haram ce que tu fais. C'est injuste. Allah il n'aime pas l'adultère. Allah il n'aime pas le haram. C'est haram ce que tu fais. Tu vas aller à l'enfer. Tub ila Allah. Repentis-toi à Allah. Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa akhraj. Ukhraj minha ta'atan lillahi wa ta'atan li rasulillah. Ma tkhraj. Ila ma khashish ghatmout. Si tu ne sors pas, tu vas mourir.
Si tu ne sors pas, tu vas souffrir jusqu'à la mort, inshallah. Allah va dire, il y a un mot. Il l'a mis en route. Bah, Marish, tu ne veux pas mourir. Alors sors. On t'a dit de ne pas parler, on t'a dit de ne rien dire. Sinon, tu vas être torturé. Yeah. C'est ça. Ce n'est pas ta faute, c'est eux qui t'ont envoyé. C'est eux. Ou c'est toi-même qui as volé. Alors, tu as l'imam. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم أطل العين والحسد اللهم أخرج كل عين أو حسد في هذا الجسد اللهم أطل كل عين قوية اللهم أطل كل عين ممرضة اللهم أطل كل عين على الشباب اللهم أطل كل عين على الأولاد اللهم أطل كل عين على الصلاة اللهم أطل كل عين على الجمال اللهم أبطل كل عين قوية اللهم أبطل كل عين حاسدة اللهم أبطل كل عين قوية حاسدة ممرضة مهلكة اللهم أخرج عينهم يا رب العالمين اللهم أخرج العيون وزلزل العيون ودمر العيون وأبطل العيون اللهم أخرج عيونهم اللهم زلزل عيونهم ودمر عيونهم وأخرج عيونهم اللهم أبطل عين الحاسدين وعين الحاقدين وعين الناظرين وعين المعجبين اللهم أبطل عيون الحاسدين اللهم أبطل عيون الحاقدين اللهم أخرج عيون الحاقدين والناظرين اللهم أبطل عيونهم اللهم زلزل عيونهم اللهم أبطل هذه العين وهذا الحسد الذي تسبب في الجن العاشر اللهم أبطل هذه العين اللهم أخرج يا رب العالمين ما في هذا الجسد من عين أو حسد رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشفنا يا رب العالمين اللهم اشف هذه المرأة يا رب العالمين من كل سحر أو عين أو حسد اللهم منا التلاوة ومنك الشفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.